اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده زي كل ثلاث من كل اسبوع بنبحث عن الاكلات العالميه من المطابخ العالميه ونشوف تفاصيلها ونحط ايدينا على عنوان الاكله اللي تخلينا نقول ان من المطبخ الصيني المطبخ الياباني وهكذا. النهارده معانا برضو حاجات هنعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا تليفونيا على شاشه القناه الاولى او من خلال السوشيال ميديا، عايزين يعرفوا ايه قصه الحمام الكذاب وليه سموه حمام كذاب. هو الحمام بيكذب؟ ده بالعكس، الحمام ده مراسيل بيبعت الحاجات الحلوه للحبايب. خلونا نعمل النهارده الفراخ على شكل الحمام الكذاب. هي في الشكل بعد ما بيستوي شكل الحمامه لانها بتبقى ملفوفه كده ومحشيه رز او فريك، ولكن هي في الاصل طبعا الصدور بتاع سوري الوراك بتاعه الفراخ مع الدبوس بيتخلم من العظم ويتحشي الحشوه اللي احنا حابينها. معانا كمان النهارده النودلز من المطبخ الصيني للناس اللي حبايبنا مش بياكلوا فراخ ولا لحمه، فيجيتيريان او بيعزين اكل صحي ايا كان، ولكن النودلز اساسها طبعا لازم الصويا صوص مع الجنزبيل الطازه والفريش مع تشكيله من الخضار، وبتاخد مكرونه يا اما نكتتلي اللي هي المكرونه العريضه يا اما بتتعمل من المكرونه اللي هي من دقيق الرز اللي احنا كلنا عارفينها مكرونه شكلها ابيض او من دقيق القمح زي ما احنا حابين. التفاصيل كتيره قوي في النودلز يعني عشان نبقوا عارفين. الحلو بتاعنا النهارده له تفاصيل كتيره قوي. الخوخ بتاع خير ارضنا اللطيف الحلو ده اللي بتصدره للدنيا كلها، انا شايفه في السوق دلوقتي طعمه عسلي، يعني طعمه مسكر ولطيف وخاصه بتاع سينا اللطيف الحلو. تعالوا نعمله مع بعض النهارده فطيره، هنشوف نعمل ازاي فطيره الخوخ بطريقه سهله وبسيطه وسهل عليك المقادير والشكل وكل حاجه. الفطيره دي بتتميز بايه؟ ان هي في مداخلها كلها هرم غذائي، سواء في المكونات سواء في شكل الخوخ بعد ما يستوي بالكراميل، شكلها لطيف والصغير والكبير هيحبها. مش عايز اخش في تفاصيل كتيره لان حلقتي فيها شغل كتير النهارده ومعلومه غير معلومه. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع النهارده للمطبخ العالمي بتاعنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وخدت سير الحلقه ونشتغل مع الحلقه ازاي. فيها حاجات كتير قوي، انا شايف على الكاونتر حاجات كتيره وفي زحمه، في مكرونه، في خوخ، في تشكيله من الخضار متقطعه بشكل جوليان لطيف وحلو، معانا لحمه مفرومه تقريبا 300 جرام، معانا من الفراخ فرختين بس مش فرختين، واخدين الدبوس مع الورك والصدر هنخليه صدر الفرختين يعني هنخليه نستخدمه في حاجات تانية، ممكن نستخدمه في بيكاتا، كوردون بلو، فراخ بانيه، سكالوب بانيه زي ما احنا عايزين. ولكن نبدا بايه يا استاذ رحاب؟ خلونا نشوف مقادير الحمام الكذاب. الاسم بصراحه يشد يعني، حمام كذاب. معانا من الفراخ، معانا من الفراخ الدبابيس مع الوراك، ومعانا كمان بصل، ومعانا لحمه مفرومه ورز وزبده بلدي حلوه لطيفه وبصل وتوم. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسود وقرفه ناعمه، ملح وفلفل اسود وقرفه ناعمه. الاكله دي بريئه من الزعتر والحاجات اللي بتدي فليفر تاني. حمام كذاب يعني واخد مطبخ الشرق شويه. حلو الكلام، تعالوا نشتغل مع بعض نعمل الاول الحشوه. وعلى الحشوه ما تاخد نص سوا كده، خلونا نشوف الفراخ نشتغل فيها ازاي وتفاصيلها. حلو الكلام، طاسه على النار تسخن جيدا كده. الشرايش عشان الساده المشاهدين بس نعرف، لو احنا قلنا الشرايش في مصر هنا ما حدش يعرفها، دي بيعرفوها اخواننا في الضميطه، عزبه البرج، الاسكندرانيه والاسماعيليه، لان طبعا الشرايش دي سمكه بحر مش مزارع، هي شبيهه للدينيس بالظبط، ولكن الشوك فيها كتير. فرق بين الشرايش والدينيس كميه الشوك اللي موجوده، دينيس بريئه من الشوك، الشرايش فيها شوك واللون واحد والشكل واحد. حلو الكلام. البصلايه هنا ناعمه عشان بس عشان لما نروح نشتري سمك البياع والسماك ما يبيعش الشرايش على نيه دنيس واللي بيكذب بيخش النار. بصلايه ناعمه، تومه ناعمه، تتحمر كده، ننزل عليها باللحمه المفرومه. اللهم صل على النبي. هو الحمام الكذاب بياخد لحمه مفرومه؟ والله ممكن تحشيه رز، ممكن تحشيه فريك، كومبوت الفاكهه. دي فاكهه مسلوقه في محلول حمضي من الميه او الشربات او السكر وعصير الحامض اللي هو عصير الليمون، عشان كده بسميها كومبيت. وبتاخد مثلا سكر، بتاخد سكر بني، شويه فانيليا حلوين كده، وبندخلها الفرن. شايفين الكمون، شايفين البابريكا لطيفه وزي الفل. وعشان خاطر كل اللي اسمهم علي هنعمل الكومبوت ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي. ادي الملح والفلفل. انا عايز الحلو قوي الافكار دي على فكره،
يعني انتوا فيكم تحطوا المنيو يومي كده واحنا مع بعض، زي اللي طلبوا الحمام الكذاب ده طلب اكتر من مره، فعشان كده حبيت ان انا اعمله النهارده. الحمام الكذاب عامل زي الحمام العادي، لازم الفلفل الاسود هنا يكون بكثافه وكير خشن، لان هو طعم لازم طعم الفلفل في المحشي عموما بالحمام. حلوه دي، فكره حلوه يا استاذ رحاب، انا بحب الافكار اللي بتيجي في الوهله نفسها دي. حلو، في دلوقتي جالنا افكار حلوه قوي. ايه هي؟ انا عايز من حضراتكم منيو اسبوعي تبعتوا لنا على السوشيال ميديا، قولوا لنا يا شيف بوغاز اعمل لنا يوم الثلاث هيك وهيك وهيك وهيك، انا جاي اعمل كل اللي بتقوله ده. حلو الكلام، بس اهو يلا، واللي احنا لو عاملينه هنقول يعني مفيش اي مشكله. لحمه المفرومه اتعصجت مع توابلها ملح وفلفل وقرفه ناعمه، سبايس شويه بابريكا كده حلوين، الرز المصري ممكن نحط بدل الرز المصري قرفه ناعمه، شويه رز حلوين كده ما نكترش. حلو، والحمام الكذاب او الفراخ يعني عموما لما نيجي نحشيها بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي، مهم جدا ان احنا كمان ما نضغطش في الحشوه جامد، نسيب مساحه لحبات الرز، بما ان انا هسويها هنا شويه كده، ولكن اعمل حمام كذاب، اعمل حمام حقيقي، اعمل سمان، قاعده واحده. ايه هي يا ابو غازي؟ معايا حله مقفوله هنا، مخرجنا بيقول لي دي فيها ايه، نفتح الحله دي كده ونشوف فيها ايه، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب، هو ده السر. الحله دي فيها بوكيه جاردين من الجزر والكرفس والبصل والثوم، حاجات حلوه قوي بغذيها اهي، حبهان، قرنفل، جزر، كرفس، شايفين الجو ده كده، هي دي بقى السر في الموضوع. ليه بقى؟ عشان الحمام الكذاب هيتسلق هنا، او الحمام الحقيقي هيتسلق هنا، الحمامات تاخد الشكل الحلو بعد كده تطلع تتحط عليها سمنه بلدي وتخش الفرن تاخد اللون البرونزي. دي الميه دي مهمه جدا، سواء بتعملي حمام او سمان او الحمام الكذاب اللي هنعمله دلوقتي، ده مهم جدا على فكره. احط فص توم نقي كده في الميه دي كده، الله حلو قوي، واخد شويه شوربه منها على الرز ده، الموضوع بسيط خالص. حلو قوي كده، انا هيأت الحشوه زي الفل، اللهم صل على النبي. اسيبهم على النار كده بقى، دول اللي هيتحشوا جوه الفراخ دلوقتي. شربت من الشوربه، لحمه مفرومه اتعصجت، رز، بصله، تومه. حلو قوي، هعمل ايه دلوقتي؟ اخليها على نار هاديه كده جدا ونشتغل في الفراخ ونهيئها للحشو واحنا مع بعض. على البلانشه بتاعتنا دي كده، نجيب سكينه صغيره نحميها، ونجيب الدبابيس بتاعه الفراخ، اللهم صل على النبي، سكينتك تكون حاميه لانك انت هتشتغل هنا ايه، بوتشر يعني، تقطع الفراخ دي كده، اللهم صل على النبي، ادي الورك، وتحتفظي بالجلده اللي تحت دي كده، ونفتحها من هنا كده اهو، شفت كده، وبتفرديها بالسكينه عشان تاخد شكل الحشو. هعملها فطيره يعني من الاخر. وتجيب الفراخ الكبيره بقى، ما تجيبش الفراخ الصغيره، او انت رحت للراجل الفرارجي هيديك الايه، الوراك مع الدبوس كده بالشكل ده كده. زي الفل. هنحط بقى الحشوه اللي احنا حبينا ونلفها دلوقتي. هتتلف ازاي وتتقفل ازاي دي يا عم الشيف؟ هنظبطها لسه، هنتبلها طبعا بميه بصل معانا وبهارات، اصبر على رزق. ادي واحد، ونفس القصه هنا اهو، شفت الفتحه دي مهمه جدا بطرف السكينه كده، ولازم تكون سكينه صغيره. شفت الـ 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 الورك والدبوس بيبقى شكله كبير ازاي، زي الفطيره، عامل زي الفخده، الفخده الضاني مش البقري. ولكن تحتفظي بالجلده الخارجيه للدبوس والورك، عشان الجلده دي اللي هتلمي لك الايه، الحشوه. زي الفل. وادي واحد كمان، ناخد التالت ده كده، معانا ميه بصل، معانا فلفل اسود، معانا شويه ملح، فص ثوم حلو. حلو الكلام، مهم جدا علشان نتبل الفراخ دي قبل ما نحشيها، وما انصحكيش انك تغسليها، يعني انت خليت العظمه
وشيلت العظمه من النص كده، ما انصحكيش تغسلها خالص، تتغسل قبل، مش تاخدها بقى تحت الحنفيه وميه سخنه بقى وتشغلي عليها الحنفيه وتقولي بنضفها، لا ده انت بتزفريها كده، خلي بالك. ميه البصل مع التوابل اللي انا هحطها دلوقتي هي اللي هتشيل لك الزفاره، والفلفل الاسود. ده كمان التالت. نجيب الرابع بتاع الفرخه. ما لا يا عم دول فرختين، ازاي يعني؟ زي اربع دبابيس بتوع فرخه يعني. شيل ده كده. تفاصيل مع مخرجنا الجميل المبدع. اهو لازم الحركه اللي بعملها في الدبوس دي لازم. لازم. لا زي ما هي كده. هي الشاكوش. استاذ رحاب بتقول لي ما نضربهاش بالشاكوش. هي عملت حاجه الفرخه عشان تضربها بالشاكوش. حلو الكلام كده، الفراخ جاهزه زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف واحنا مع بعض كده واحده واحده؟ حلو قوي. عندنا ميه بصل، اللهم صل على النبي. بنعمل ايه؟ شوف انا هعمل ايه، حاجه كده لطيفه هعلمك تعملي حاجه عشان تدعي لي. يا الله. ميه البصل اهيت. حلو. بنحط على ميه البصل دي يا عم الشيف شويه ثوم طازه. حلو الكلام، زي ما انا عملت كده دلوقتي. ونحط على الميه دي شويه ملح. امسك كده الفراخ املسها كده في التتبيله دي كده، ونفس القصه هنا كده. وبعدين تدخلوا الفرن في الصينيه مع بوكي جرنيه من الميه والتوابل والخضار بتاعنا، وتقفل الصينيه جيدا، يطلع مستوي جيدا، تخليه زي ما هو ما تقربش منه، حطه في الثلاجه ليله كامله ما تقربش، انساه خالص، بصوا له كده وافرح بيه وصوره، وبعدين تحطه في الثلاجه ليله كامله. حاضر. وبعد الليله الكامله دي يا غالي تمسكه تشيل الخيط اللي انت عامله بيه لفه بيه كويس، وتبدا تقطعه شرايح، وحذار انك تقطعه وهو سخن او تشيل عليه الدبار وهو سخن، هيتفل منك او يفتل منك وما يبقاش لطيف خالص. انا طبعا هطلع فاصل لان جالي اوردر اطلع فاصل. تبلنا الفراخ وده اللي انت لازم تعمله، تحطها في الثلاجه. كل اللي انا هعمله دلوقتي هحشي الحشوه دي للفراخ بتاعتي، ومعايا ورق فويل بورق زبده. احنا عندنا كام دبوس؟ عندنا اربعه. معانا اربع ورقات فويل. عيني حاضر، اربع ورقات فويل مع اربع ورقات من ورق الزبده. حلو. خلينا نطلع فاصل صغير للكريم. انا اسف يا مخرجنا والله العظيم، الحمام الكذاب خاطفني. انا هطلع فاصل صغير، ومعانا دلوقتي التغليفه بتاعت ورق الزبده وورق الفويل. لازم نسمع كلام المخرج عشان نطلع فاصل. حلو الكلام، وهو عايز يطلع فاصل بصوره حلوه، وقولوا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا عملت اتنين في الميه هنا في البوكيه جرنيه بتاعنا في الفاصل عشان تعرفوا المصداقيه. شعارنا على شاشه التلفزيون المصري. شايفين ازاي ملفوفه في ورقه الفويل كده زي الفل. تعالوا مع بعض نكمل الاتنين التانيين. بناخد الدبوس اللي احنا مخلينه ومعانا بالشكل ده، التفاصيل دي كده، ومعانا الرز بالخلطه. ممكن تحط شويه مكسرات، لوز، فول سوداني، زبيب، زي ما انت عايزه. انا بديك الاساسيات والاضافه والتجويد بتاعك انت. والرز في قلبيها مع ورقه الزبده، والف كده. مخرجنا الجميل والتفاصيل عندنا. هنا المكان بتاع الراس بتاعت الحماميه. شفت بلف ازاي؟ سوري انا خدت ورقه معايا. واقفلها كده واجي من هنا كده اهو. انتظر مني لايف بعد الهوا على طول لغايه لما تشوف التتر نازل على شاشه القناه الاولى. هنطلع مع حضراتكم لايف ونقول تفاصيل البيتزا مع بعض. الفراخ بالشكل ده كده، معانا الرز. تعالوا مع بعض، انا هشتغل في الحلو. النودلز دي هخليها اخر حاجه لان دي بتاخد مني بالظبط نفس التايم بتاع عمال كوبايه الشاي في المطبخ. خضار معانا
والصويا صوص معانا والحاجات دي، فخلينا نشتغل في الحلو لانه عايز وقت هندخله الفرن. بنستاذن الاستاذه رحاب مقادير فطيره الخوخ البلدي. يعني والله باخده او مكان الخوخ مكانه الف انا وشفت اول ما اقول لك ما تشيلش الخوخ من مكانه. حضراتكم لازم تعرفوا التفاصيل دي وبتعجبكم. معانا خوخ بلدي بتاع سينا اللي بنصدره للدنيا كلها، طعم وطعم شربات عسل مش محتاج سكر. ومعانا دقيق ومعانا بيض ومعانا سكر وزبده وفانيليا وشويه قرفه. المربى نعمل احلى مربى يا ست الكل. حاضر. انا دلوقتي بقى اظبط القالب اللي انا هشتغل فيه الفطيره بتاعتي بالشكل ده كده، والمقادير شفناها على الشاشه دي مش هتاخد مني وقت خالص، واحنا مع بعض كده قاعدين بالسله. طاس على النار، هنعمل شويه كراميل كده سريعا مع بعض بالسكر اللي موجود عندي، وننزل عليهم بالزبده والقرفه والفانيليا عشان هو ده التوبنج بتاع الخوخ. الخوخ البلدي ده موجود في السوق دلوقتي وده الموسم بتاعه. قولي للفكهانة عايزه خوخ بس كده سكري هيديك، يقول لك ده بتاع سينا على طول. حلو. بنوجه تحيه كبيره لابطال سينا وشعب سينا حبايبنا. تعالوا مع بعض ناخد الخوخ الحلو ده كده والسمنه البلد الحلوه اللي جايباها حماتك اخر الاسبوع علشان تعملي لها اكله حلوه منها، ومعانا قرفه وفانيليا، وتعالوا نعمل الحلو البسيط السهل اللي نقدر نعمله بسهوله جدا. لو دورت عليه في محلات الحلويات بره مش هتلاقيه، دي الميزه بقى انك تعملي حلويات ما تلاقيهاش بره. بتلاقي بره تشيز كيك ماشي، جاتوهات ماشي باشكالها والوانها، سابلهات باشكالها والوانها، حلو طرد باشكالها والوانها، انما تلاقي حلو زي اللي هنعمله ده كده مش بقول لك ان ده اختراع او لا، بالعكس انك تعملي بس يعني لو شويه تفاح، فطيره تفاح في البيت، موز بكارمل، الحاجات دي كلها مفيش محل حلويات بيعمل الحاجات دي، فبتبقى لها طابع خاص وطعم تاني خالص جوه مطبخك وجوه نطار اسرتك. لما بقول مفاتيح السعاده هي مفاتيح اسرتك والسعاده الزوجيه والعائليه، ده مش من فراغ، هو المطبخ المطبخ المطبخ. تعالوا مع بعض الطاسة على النار. نعم يا فندم. شايفين السكر البني؟ حلو. ونزلت معلقه سمنه كرمله كده، بنزل بشويه سكر من دول كمان كده، ده السكر اللي حطيناه ده، مش هحط سكر تاني بقى غير في اللي المقادير التانيه. حلو الكلام. ونقلبهم مع بعض. بدا يتكرمل اهو. شايفين الجو ده كده؟ حلو قوي. على النار كده وانا شغال زي الفل. خد لون خد لون. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بحطه في ارضيه القالب بتاعي. التفاصيل معانا اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. ده السكر المتكرمل. حاضر. حلو قوي زي الفل كده في القالب بتاعنا. تمام. هعمل ايه بعد كده يا شيف؟ اللهم صل على النبي. الحمام عايز يطلع من الحله. اهدى شويه اهدى. شيل الحله دي كده. بص عليه بص عليه، انا مغطيه عشان ما ياخدش وقت كبير. حلو قوي. طيب ايه تعمل ايه تاني يا عم الشيف؟ حلو قوي. بنحط شويه دقيق صغيرين كده هنا. معلش الدقيق ده ليه يا شيف؟ ايه اللي بتعمله ده؟ لمساتك وبصماتك دي اكيد وراها حكايه. الدقيق ده اللي انا نزلت بيه ده على الكراميل ده علشان الخوخ ده هينزل لي سوائل. التفاح والخوخ غني بالسوائل خاصه بعد تعرضه للنار، فيلاقي حارس مرمى قوي هنا يمتص السوائل دي اللي هو الدقيق ده. الخوخ بنرصه بالشكل الهندسي ده كده، عشان كده جبت قالب مستطيل الشكل. يعني لو مربع مش هينفع، ينفع. زي الفل. ممكن نعمل ايه بقى حاجه حلوه قوي؟ احنا عملنا صفين كده، نعمل صف كده. بتاعتك انت بقى دي. ابدعي، انا بديك الفكره وانت خليك احسن مني. ونفس القصه هنا كده. بقى شكل هندسي
بنشيل البذره من الخوخ، خلي بالك بالراحه عشان ما ينفعش نلاقي بذره هنا اللي هي النوايا يعني. حلو تمام، ونشيل ده مش عايزينه، ممكن نضيفه للخليط. تعالوا مع بعض نعمل التوبنج بتاعنا. معانا من البيض 3 بيضات، 1 2 1 البيض الثالث فين؟ اهو 3 1. حلو الكلام؟ شويه فانيليا، شويه سكر، ونشيل ده من هنا. اللهم صل على النبي، ونقلب دول كده مع بعض، السكر مع الفانيليا والبيض. سريعا سريعا باستمرارية سريعا حتى يغلظ القوام ويديني شكل هشاشي. حلو كلام، وصلنا زي الفل تماما. في حاجة يا أستاذ رحاب مش موجودة في المقادير، سامحيني للأمانة، عينيا جابتها دلوقتي. معايا جنزبيل طازة، وأنا عاشق للجنزبيل مع الفواكه زي التفاحة والخوخ، فبإيديا كده بشيل فص من الجنزبيل اهو في قلب البيض، تركاية اهي، بس هتحول الموضوع لمعنى تاني وطعم تاني. جنزبيل طازة وموجود في السوق. حلو قوي، معانا الحليب بتاعنا. اللهم صل على النبي، ننزل بشوية حليب هنا. ونقلب. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الدقيق بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي، ونقلبه هنا كده اهو اهو، زي ما انا شغال كده تقليبه جيده كده القوام ده حلو قوي. سريعا سريعا اللهم صل على النبي، لغايه لما يديني الشكل ده كده مخرجنا. يا فندم ما يقطعش منك. براحتك بتعذبني انا عارف. عايز مني ايه بالظبط يا شفيع؟ هتدني شغال كده طول النهار؟ حلو الكلام، انا عارف قاعدين بتضحكوا. حلو، هننزل بده كله كده على وش الايه؟ الخوخ. لا جيب لي بقى التفاصيل وهو نازل كده يتناغم بيقول الخوخ ويلكم. على فين؟ على الفرن، درجة حرارة الفرن عندي 180. عينيا، حاضر. بيقولوا لي لازم تطلع فاصل عشان انت خدت من وقتك. حلو، هناخد بعضينا وندخلها الفرن في درجة حرارة 180. اللهم صل على النبي، مكانها فين في الفرن هنا بقى؟ بالصلاة على النبي، هو ده. ازاي هزة كده؟ الهزه دي مهمه جدا على فكره، كل حاجه بتثبت مكانها. درجه حراره الفرن عندي 180، بتدخلها الفرن لتقريبا 30 دقيقه. نظره الوداع عليها في الفرن. يلا طيب، خلينا طبعا ناخد مع بعض ايه اخبار الحمام الكذاب، نبص عليه بصه كده. حاضر، هناخد بعدين ونطلع فاصل ونسيب الحمام الكذاب بيستوي في البوكيه جارنيه، ونرجع للنودلز من المطبخ الصيني ولكن بخفه دم مصريه. او هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، كل اللي انا بعمله بعمل عمليه هندبه وتنظيم، تنظيم للكاونتر للمطبخ، وده الطبيعي في مطبخك. حطيت حاجه على النار، دخلت حله محشي في الفرن، دخلت ديك رومو في الفرن، بتروق المطبخ عشان الدنيا ما تسحش، ما تبقاش زحمه وتقف في المطبخ يعني نفسك مقفوله منه، وده اللي بيحصل معايا في الاستوديو. خلي بالكم زيكم. مقادير النودلز على الشاشه، تشكيله من الخضار عند اي فكهاني، عند اي بتاع خضار، منها الجزر والكوسه والفلفل الالوان والبروكلي والجنزبيل الطازه سيد الموقف والثوم، دول موجودين معانا، والبصل والمكرونه النجدتيلي بتاعتنا والمكرونه العريضه مش موجوده، هاتي الاسباجيتي، مش موجوده هاتي المكرونه الاسباجيتي العريضه، حسب الرغبه. عايزه تجودي في الموضوع، في المكرونه اللي هي من دي الرز اللي هي النودلز الصيني كلنا عارفينها، بتتباع في المحلات، بتيجي مستورده، موجوده في المحلات الكبيره او السوبر ماركات الكبيره، ومعانا من النشا شويه والصويا صوص. حلو الكلام، تعالوا نشتغل فيها مع بعض سريعا كده. طاسه شديده الحراره على النار،
حلو الكلام؟ لا كل حاجة في الفرن، الحمام تبص عليه؟ حاضر حاضر يا غالي. أهو أهو، حتى أنا مغطيه بغطا إزاز عشان تجيبه من جوه الحلة، أنا عارف إنك إيه مبدع. وعندنا الحلو بتاعنا في الفرن، اللهم صل على النبي. أهو بيستوي حلو أهو. ناخد البصل ده الأول كده، التقطيع دي مهمة. كفايه دي كده قوي. الكرفس البلدي، الكرفس الافرندي اهو. الكرفس ده انا بعشقه، ريحته حلو قوي وخاصه مع السي فود. اه تقطع بالشكل ده كده حلو قوي. هناخد دول مع بعض كده يا عم الشيف في طاسه شديده الحراره. ركزي، ايه الماده الدهنيه اللي تستخدمها هنا؟ زيت عادي وزيت السمسم. حلو الكلام. اه يلا كمان شويه. حلو قوي تمام زي الفل. معانا جنزبيل طازه وتوم طازه. ادي الجنزبيل الطازه وادي التوم الطازه. يسبقنا كده ننزل عليه بالبصلايه الناعمه. انا بحب المطبخ الصيني ده والمطبخ الياباني، تحس ان هو كده كده يعني نضيف في شغله، التفاصيل بتاعته وتقطيعه الخضار. مفيش بقى المحمر والمشمر والتسبيك اللي احنا عارفينه. نقلب دول كده مع بعض. نار شديدة، مش مطلوب منا الخضار ده يستوي، ياخد لون بس كده. الحمام الكداب ده عايز اشيله من النار وافتح ورقة الفويل وورقة الزبدة واحط عليه زبدة وسمنة بلدي مع شوية بهارات من الملح والفلفل وادخله الفرن. حلو قوي. هنبدا ننزل بالكوسة، ننزل بالجزر، ننزل بالفلفل الالوان، ونشيل دي كده عشان الصورة الحلوة. ومعانا كمان كوسة، ومعانا كمان جزر، ومعانا بروكلي. شفت الشكل؟ لوحه فنيه، لوحه فنيه في قلب النار اهو من الخضار. لا جبنا بقى حاجات نرسم ولا حاجه، اه في ايدك تعمليها يعني بسهوله خالص. حلو الكلام. ونشيل ده على جنب كده، نخليه هنا مش عايزه خلاص. معانا بصل اخضر في المقادير. البصل الاخضر بتاعنا بالذات دعم فني وقوي جدا للاكل الصيني والياباني، عشان كده اليابانيين والصينيين بيحترمونا. البصل الاخضر بتاعنا منتجاتنا اهو اهو. البصل الاخضر ده بيجوا هنا يقول لك انا اعشق البصل الاخضر. انا اعرف اصدقائي ليا من اليابان والصين يعشقون البصل الاخضر بتاع مصر اهو. بالشكل ده كده، التقطيعه دي كده اهو. والله بيفطروا بصل اخضر زي ما بيقول لك، يعني فرصه تواجده في مصر، ما هو بياكل الحاجات اللي هو محروم منها مش شايفها. يعشق البصل الاخضر، فطار غدا عشاء. اه تقطع بالشكل ده كده. عندهم تلاقوا براعم البصل دي كده ملهاش اي ريحه خالص، الواحد لو كل قد كده ولا يحس ان هو اكل نوع من انواع البصل. اه نقلبهم مع بعض. ده انا هعمل حاجه دلوقتي ما تخطرش على بالك خالص، لا ياباني يعرف يعملها ولا صيني يعرف يعملها والله العظيم. تقدر تقول لي ايه يا شفيق؟ اللي يقول لي ايه هي بجد والله العظيم ههدي له الحمام الكذاب، ولو مش عاجبه الكذاب نعمله الحمام الحقيقي اللي انا هعمله دلوقتي. للامانه حد يقول لي ايه هي؟ ولا حد هتيجي على بال حد من اللي بيشوفنا حد دلوقتي والله، حتى من الساده المشاهدين. قول لي ايه يا شفيق؟ والله لسه كنت فين طيب؟ اكيد بتتكلم في التليفون مع كريم. طيب ماشي، حد يقول لي انا هعمل ايه دلوقتي؟ للامانه والله ها حد يقول لنا؟ محدش؟ لا مستحيل، لا برضو لا. ده مش جديد الموضوع ده، ده مش جديد. اه اللي انا هعمله دلوقتي لا يخطر على مشاهد، وايه اللي جاب لي جاب هو الشيف المغازي. اه ولا يخطر على مشاهد. الواحد لما بيكون بيبدع في شغله وبيتقن شغله ويخلص لعمله، ربنا بيوفقه يقدر ان هو يعمل حاجه حلوه، لطالما في نواياه يعمل حاجه حلوه. برضه مش ده، هتقول لي النشا اللي بتحطه ده خالص ملوش علاقه برضه. مش هقول دلوقتي خالص غير لما اجي اعمل الحركه دي عشان تتابعوا معايا. خلي بالك، امال فين بقى؟ ما انا لما اعمل اي حاجه مش هبقى طبيعي يعني. دي صويا صوص حلو، ده بقدونس لسه ما خلصتش انا.
اللهم صل على النبي. لا يخطر على مشاهد. الحمام الكذاب فاكرينه؟ انا عايز سائل هنا، مش هحط ميه بقى. بس طبعا الصينيين واليابانيين ما عندهمش حمام كذاب ولا حمام زي بتاعنا، فناخد الشوربه الحلوه دي كده. ده المطبخ. ده المطبخ. شويه شوربه بيتكلموا مصري. اصبحت الاكله ديت لا يابانيه ولا صينيه، مصريه. بيه يا شيف التتويجه اللي انا توجتها دلوقتي. في قلبها المكرونه اهو، شويه النشا دول هيدوني غلاظه للقوام. الخضار بتاعي هشوحته مع جنزبيل وتوم. النودلز بتاعتي في قلبيها هغطيها. اللي انا عملته ده يخطر على حد؟ بالامانه خالص، كله كان متوقع ان احنا نعمل حاجه تانية. الشوربه بتاعت الحمام الكذاب استخدمتها فين؟ في المطبخ الياباني بتاعنا والمطبخ الصيني. نروق الدنيا دي كده يا عم الشيف، ونعمل ايه؟ ونطلع الحمام من قلب النار عشان ندخله الفرن شويه. ده لسه شويه، اديني شويه، اديني شويه. شفت ازاي شواتك؟ اوبا، التفاحه بتتكلم مصر. خلونا بقى ايه نظبطها كده في الفرن. قصدي الخوخه. ايه اللي جاب التفاح هنا؟ على فكره ممكن يتعمل بنفس الفكره دي بين التفاح. جالي السؤال من الكنترول. يا نعم يا فندم. زي الفل. هناخد الحمام الكذاب في صينيه كده عندنا اهي، ونشيل ده من هنا. شفت النظافه في دي اول باول ازاي؟ ايه اخبار الحمام الكذاب؟ الله، لا دي سخنه جد جدا جدا. طب بتعمل ايه يا عم الشيف بقى وهي سخنه كده؟ كل القصه ان انا هجيب البوله دي كده واعمل ايه؟ واشيل الورقه الفويل، ورقه الزبده دي، واحط دول هنا كده. اللهم صل على النبي. بقلبي جامد وافتحها، احنا مش بنهزر. حماميه شوفها دلوقتي. اللهم صل على النبي. تانية سخنة، أعمل إيه؟ شوف المقص هنا. أهو. أفتح كده. موضوع لطيف وجميل، بتحس إنك أنت أنتجتي. وأنا خلاص خلصت يا أستاذ. لا تقلق. أهو. شيل دي كده من هنا. أسوأ خبر بسمعه لما يقول لك وقتك خلص، وأحلى خبر بسمعه لما يقول لي يا شيف معاك 20 دقيقة. شفتوا بقى الموضوع بسيط إزاي؟ بجد والله العظيم، مش متخيلين لما فريق العمل يقول لي يا شيف معاك مثلا تلت ساعة، ربع ساعة، بكون سعيد جدا. الورقة دي تتشال كده. ادي الحمام الكذاب. شيل دي الاخيره دي كده. عايز تشوف النودلز يا استاذ احمد؟ مخرجنا الجميل، بص عليها. اي خدمه. مكرونه خلاص اهي، ادي النودلز خلصت. عرفت ازاي خلصت؟ اغرفها دلوقتي. ريحه الصويا صوص، قوام النشا مع الصويا صوص، البهريز اللي نزل من الحمام. شايفين الطبق ده كده؟ دلعها بقى. وادي الحمام. اللهم صل على النبي. هنفتح الفرن بتاعنا ونحط على وشها شويه سمنه بلدي. عندنا هنا سمنه بلدي اهي، جايه لنا هديه، ونحطها على الوش. ما مش مشكلة، ما يعني نحطها على الوش، ندخلهم الفرن كده. يلا اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي؟ نشيل دي من هنا كده، معلش. طلع ده كده.
الفطيره نبص عليها. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ وادي الحمام الكذاب في قلب الفرن ياخد لون، والنودلز بتاعنا جاهز. اللهم صل على النبي. نخلي الطبق ده هنا، حبه هنا، عينيا اخبار النودلز. مش محتاجة أي حاجة، خلي بالك لما تحط الصويا صوص ما تحطيش ملح، ده مهم جدا. شايف الخضار بتاعنا والتفاصيل بتاعته؟ ما يقعدش في النار أكتر من كده. ناخد الطبق ده كده، ألف هنا وشفا. تمام. نودلز ما خدتش منك وقت قد ما بتعملي كوباية الشاي في المطبخ. قولي لي كده خدت وقت؟ بس التركية اللي أنا عملتها دي لا يعملها صيني ولا ياباني، لأن ما عندهمش حمام كذاب. حلو، اللي هي الشوربه بتاعت الحمام الكذاب او البوكي جارنيه اللي انا سلقت فيه الفراخ في الحله، خدتها وحطيتها على النودلز بتاعتي الجميله الحلوه. اللهم صل على النبي. واخبار الحلو ايه؟ جاهز؟ شيل ده كده. تبرد شويه. شيلها كده الاول سخنه معلش. اللهم صل على النبي. السكينه كده بنوسعها. الحلويات دي على فكره فطاير او تتعمل بالشكل ده لازم نهدى عليها لما تبرد خالص وتفكيها من قلب الايه القالب، ده الطبيعي. حتى لو بتعملي تشيز كيك وتحطيه في الثلاجه ساعتين زمن وتفكيها. هو ده نقدمه في الطبق بتاعنا. ايه الحلاوه دي؟ هوريك دلوقتي الخوخ والتسويه بتاعته. عايز اشوف قطعه من الخوخ مستويه. مخرجنا اللهم صل على النبي. لا صورني معايا يا شفيق زي ما بنقول. رشه سكر، رشه قرفه ناعمه زي ما انت عايزه. هنا يا شباب صباح الفل. حاضر يا فندم. شفت الخوخ طالع ازاي من قلب الفطيره؟ الف هنا وشفا. وعندي النودلز بتاعتي والخوخ بتاعي. عينيا طلع الحمام، بس الحمام نبص عليه. حمام ست الكل. حاضر حاضر والله. الحمام بتاعنا هنا في الطبق الحلو ده كده. ايه الاخبار؟ لا 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 لا، حلو قوي. حمام الكذاب بتاعنا. وارد ان واحده فتحت، مفيش مشكله ناكلها برضو. اللهم صل على النبي. حمام كذاب بطريقه سهله وبسيطه بتسهل على كل الامهات تعمل الاكلات اللي بتشوفها في السوشيال ميديا وبتسمع عنها، مفيش مشكله. فراخ حشناها لحمه مفرومه مع رز، عملنا فطيره من الخوخ الجميله الحلوه بفكر مصري بسيط وسهل، عملنا اكله من المطبخ الياباني او الصيني نودلز بالخضار لطيفه وجميله. شفت حضراتكم تفاصيلها ازاي، والتركايه اللي هي عملناها دي طبعا حصريا موجوده معانا على شاشه القناه الاولى، اللي هي عباره عن البوكي جارنيه بتاعنا الحلو اللي خدناه حطيناه مع النودلز بتاعتنا مع الجنزبيل والخضار ونوع من انواع المكرونه اللي انتم حابينها. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا أبو غازي؟ من ماس بيرو.